تحيا مصر، شعار رفعه الرئيس عبد الفتاح السيسي وترجمه خلال السنوات الماضية إلى واقع ملموس في حماية حياة المصريين من أخطار متعددة أحاطت بهم وفي بعض الأوقات سقطت فوق رؤوسهم، تاركة خلفها العديد من الضحايا والمكلومين في كوارث المناطق غير الآمنة. على هضبة المقطم يقف هذا الحي الذي أصبح بمثابة أحد معالم الجمهورية الجديدة، الأسمرات، باكورة المشروعات التي تعالج الدولة بها مشكلة المناطق غير الآمنة. بالنسبة للأسمرات بدأت كده في الإنشاء عام 2014 كمرحلة أولى، أسمرات واحد ومدينة أسمرات اثنين، ثم بعد الانتهاء تم البدء في أسمرات ثلاثة. بالنسبة للمدينة هي تم اكتملت بالكامل إنشاءات وتم تسكين جميع الوحدات السكنية. الأسمرات تحتوي على ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية. بالنسبة للخدمات داخل حي الأسمرات بنقدمها في جميع المجالات أو جميع التخصصات اللي كل اللي بيحتاجها المواطن من التربية والتعليم. عندنا خدمات التضامن الاجتماعي بتتقدم، عندنا وحدة الشباب والرياضة، عندنا الهيئة العامة لقصور الثقافة، عندنا قصر ثقافة، الخدمات الطبية، عندنا المراكز الطبية، عندنا بريد شهر عقاري. باختصار احنا عندنا المدينة متكاملة، المواطن الحمد لله ما بيحتاجش ان هو يخرج برا المدينة ان هو لأي خدمة حكومية، فاحنا عندنا جميع الخدمات الحكومية متوفرة داخل الحي. طبعا مكان احسن من اللي كنا قاعدين فيه بكتير، في النظافة، في التعليم، في الخدمات الطبية، في حاجات كتيرة اتعلمت، حاجات كتيرة في قصر الثقافة، حاجات كتيرة قوي حلوة في الأسمرات، زي مثلا الملاعب والأنشطة والقصر الثقافة والمجمع الخدمات وحاجات كتير جدا جميلة، وخصوصا ان انا اصلا معايا بطولات هنا في النادي ومشتركة في لعبة اسمها كونغ فو، ومن وانا صغيرة اصلا كنت عندي موهبة الرياضة، بس ما كانش عندنا نوادي هناك في الدويقة انا من فيها يعني مهارتي وكده، فلما جيت وعرفت ان هنا في نوادي ومجانا وفيها حاجات جميلة. انا هنا بتاع 6 سنين منقولين من منطقة الدويقة. طبعا هنا في الأسمرات في مميزات حلوة كتير ما كناش موجودة عندنا في الدويقة، يعني أولا حاجة النظافة، الأمن، الشوارع واسعة، لو في أي حاجة لا قدر الله حصلت غير المناطق الضيقة كانت العربيات بتوصل بسهولة هنا جدا، إسعاف، مطافي، أي حاجة زي كده. في أنشطة أولادنا ما شاء الله عليهم، في قصر ثقافة، في مكتبة بنتي مشتركة فيها، في مجمع خدمات لينا، في حاجات كتير بصراحة متوفرة جدا لأولادنا أكتر مننا إحنا كمان. المشروع استهدف توفير سكن بديل لأهالي المناطق ذات الخطورة الجيولوجية العالية، ووفر بالفعل بمراحله الثلاثة المقامة على مساحة 126 فداناً مسكناً لحوالي 113,000 نسمة. تطوير المناطق غير الآمنة كانت من أولى أولويات الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، وكانت البذرة والبداية من هنا، من الأرض التي نقف عليها، أرض الأسمرات، لكي تحيا مصر لشعب مصر. تيموثي إيهاب، إكسترا نيوز.